أيضا معنا على التليفون الشيخ صالح أبو القاسم، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف. أهلا 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 يا مولانا. أهلا وسهلا يا فندم، كل إزاي عام وحضراتكم بخير ومصر جميعا بخير وحضرتك بألف وسعادة صحة وسلامة وسلامة وفي أمن وأمان إن شاء الله دائما على طول بإذن الله تبارك وتعالى. يا اللهم أمين. شيخ صالح، تكريم الريس ليك وراء قصة طويلة يا شيخ صالح. نعم طبعا نعم. كانت القصة ايه؟ كانت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكريم السيد رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله من كل مكروه وسوء، يعني تشريف وتكريم يعني ووسام نعتز به مدى حياتنا بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله. ولكن كذلك يأتي من وراء هذا التكريم يعني بذل جهد طويل، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه وجوده ومنه استطعنا بفضل الله أن نحصل على هذا الوسام إن شاء الله بأمر الله تبارك وتعالى. كذلك يعني نشكر السيد معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقات أن فتح لنا بقيادات الدولة وتعليمات قيادات فخامة الرئيس السيد الرئيس، فتح لنا المساجد وفتح لنا ما يسمى بالمساجد بشط الطفل الصيفي. كان يتوافد إلى المسجد أطفالا يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى إن شاء الله، وبجوار حفظهم للقرآن يتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقيم والمبادئ والأخلاق. يعني حضرتك وصل العدد في مسجد سيدنا عمر ابن عبد العزيز ببني سويف إلى أكثر من 1000 طفل. ما شاء الله، أكثر من 1000 طفل يحفظون القرآن غير السيدات الكبار ما شاء الله وغير الشباب بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك بجوار الندوات التي كنا نقوم بعملها أيضا في المسجد، وكنا يعني بعد حضرتك بعد ما نحفظهم القرآن نجمع الأولاد نعلمهم أحكام الصلاة، شيء من فقه العبادات، باب الطهارة، إزاي إن إحنا نعرف نصلي، إزاي إن إحنا نعرف نتعامل مع والدينا، إزاي إن إحنا نحب وطننا، إزاي إن إحنا نتعلم علم صحيح، زي ان احنا الاسلام امرنا بنشر السماحه، امرنا بالسماحه والرحمه والوسطيه، زي ان احنا نتعامل مع الاخرين بادب الاسلام. طبعا بفضل الله تبارك وتعالى يعني كان مجهود، ولكن بفضل اخلاصنا بفضل الله تبارك وتعالى في عملنا ان شاء الله استطعنا ان احنا نصل الى هذا التكريم ونحظى بتكريم فخامه الرئيس والسيد معالي الوزير ما شاء الله. الأوقاف. طيب شيخ صالح، أنا لفت نظري حضرتك قلت 3 جمل ورا بعض: العلم الصحيح وسماحة الإسلام والدين. نعم. الصحيح ووسطية الإسلام. بنعلمهم تمام. للولاد الصغيرين إزاي يا شيخ صالح؟ وإحنا محتاجين قوي ده للولاد الصغيرين دول. نعم، يعني إحنا كنا بنبدأ يعني مع تعليم القرآن نبدأ نعلم الأولاد، حبينا إن إحنا نغرس في الأولاد أولا حبهم وتعلقهم بالمسجد. ومن حبهم وتعلقهم بالمسجد استطعنا إن إحنا نقدر نعمل دروس للأطفال لوحدهم. وبفضل الله تبارك وتعالى معالي وافق يعني أكرم وأهدانا بمكتبة كبيرة بمسجد عمر بن عبد العزيز. حلو. كنا بنجمع الأولاد فيها ونجيب لهم قصص قرآنية من خلالها يعني ايه يتعلمون، يعني بعض القصص اللي بتتكلم عن تاريخ مصر، بعض القصص اللي بتتكلم عن الحضاره العريقه بتاع البلد، بعض قصص الابناء الجميله، ونقوم بشرحها للاطفال. جميل. تمام. ونقعد نشرح للولاد ونفهم ونعلم. ونقعد نشرح للاولاد ونطلب منهم ان هم يحفظوا القصه اللي احنا تليت عليهم. ويجوا الحصه اللي من بعديها يقفوا يقولوا لنا هم استفادوا ايه منها. طب بنخلي الولاد يتناقشوا معانا يا شيخ صالح؟ طبعا كنا بنعمل فتح باب المناقشه للاولاد،
وكنا كمان بناخد المواهب لدرجه ان احنا كنا بنخلي الاولاد كلهم يقوموا ويتلوا من كتاب الله تبارك وتعالى، وكمان فتحنا لهم باب الارشاد الديني وباب القصائد، وكان في اولاد يعني ما شاء الله يعني كانوا بيقولوا قصايد في حب الوطن ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء يعني الله يعني معاليك يعني حاجه جميله، لان ما شاء الله مسجد سيدنا عمر بن العزيز يعد صرح من اكبر المساجد في محافظه بني سويف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله يا مولانا الواحد مش عارف يشكرك ازاي، يعني ربنا يتم نعمته عليك ويمد في عمرك ويبارك في عمرك يا شيخ صالح. ألف 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 شكر الشيخ صالح أبو القاسم، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف، بتجربة بالمناسبة تحتاج مننا المزيد من الشرح ونحكي الحدوتة من أولها، يمكن في التليفون مش هتبقى كفاية، لازم في مرة هنقعد والشيخ صالح يقعد يحكي لنا من البداية لحد لحظة التكريم، ويا ترى اللي جاي هيبقى إيه. على كل ليها وقتها وليها يومها.